في ما كان يخضع مثلا للاي ار بي، ما كان ضروري انه لما الواحد بيعبي الاستمارات عن اخلاقيات البحث بالغرب، انه اذا البحث اثنوغرافي بصير اكزمت، ما بدخل بنفس العمليه، بس واذا كان تاريخي وعم بتعامل مع وثائق كان اكزمت ما بمر. هلا صار كل شيء لازم يتقدم للجان المختصه، ولازم اللجان تنظر فيها. هون المؤسسات عم تحاول تحمي نفسها، لا عم تحمي الباحث ولا عم تحمي المبحوث، يعني خاصه في امريكا اللي هو مجتمع لتجس زي ما بقولوا، انه دائما في محاكم والناس بياخذوا بعض عن محكمه والى اخره. فهون الجامعه عم تحاول تحمي نفسها من اي ضرر، يعني نتيجه البحث اللي ممكن يلحق المؤسسه نفسها. فرح يقولوا بس يعني احنا مرينا وهي الباحث قال رح يعمل هيك وهيك 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 وخلص، احنا ما لنا علاقة. يعني هاي عشان هيك احنا بدنا نبعد من هاي الاجراءات اللي هي اجراءات لا لصالح البحث ولا لصالح المبحوث ولا لصالح الباحث نفسه، actually هي لصالح المؤسسة. فهذا هاي المعادلة اللي عم نحاول نفكر كيف نفكر فيها بطريقة مختلفة. هي البرنسبلز المفاهيم نفسها مش غلط يعني، بس يعني لما نيجي لمسألة التاريخ، يعني مسألة الأوتونومي هون كمان، يعني إنه الوثيقة التاريخية أول شيء المؤرخين يعني عم بيشتغلوا على وثائق مرات مش دائما آلاف السنين قديمة، ممكن تكون من 20 سنة أو من 50 سنة أو إلى آخره. الناس ممكن لسه موجودين وعايشين، وإذا هم مش عايشين أولادهم عايشين وأولاد أولادهم عايشين، فالتحليل التاريخي اللي مبني على الوثائق ممكن يسبب ضرر لناس موجودين ولمجموعات ولمجتمعات وإلى آخره. فنقطة ما ذكرناها ومهمة كتير، إن إحنا لما نحكي عن أخلاقيات البحث مش عم نحكي بس عن الأبحاث النوعية، مش عم نحكي بس عن الأبحاث الميدانية اللي الباحث الفرد عم بدخل على الميدان، عم نحكي عن الأبحاث الكمية كمان quantitative، والأبحاث اللي بتستخدم وثائق وبتستخدم أنواع مختلفة من الوثائق، وكمان الأبحاث، وهذا موضوع كثير بده حديث، اللي بيستخدم السوشيال ميديا وبيستخدم الإنترنت اللي هو مجال جديد هلا، اللي أصلاً لما هاي الأسس انحطت ما كانت ببال الناس اللي كانوا عم يناقشوا. هل بقدر أستعمل أنا أي شيء بحكي الشخص على فيسبوك؟ بقدر أستعمله كمعلومة، بقدر أستعمله كديتا؟ هل الشخص كتب هذا الإشي عشان الباحث يجي يحلل؟ يعني وبتعرفوا قصص مثلاً مع ستيفن سلايطة لما عمل تويت ونتيجة التويت، يعني استخدموا التويت نفسه تقريبا كمنشور أكاديمي، وقالوا هذا الشخص يعني في يعني إنه في شبهة بنوعية البحث الأكاديمي نتيجة التويت أو نتيجة السوشيال ميديا وإلى آخره. فصار في نقاش بأمريكا إنه هل التويت هو publication، هل بدنا نعتبره publication؟ صار يقولوا إذا أنتم عم تعتبروه publication معناته لما يجي للترقية وليجي للتثبيت كمان بدكم تستعملوا التويت للترقية والتثبيت إذا عم تستعملوه عشان ده. فيعني شغلة الميديا الجديدة كمان هذا مجال كتير جديد وما بنعرف لسه كيف نفكر فيه. بالنسبة للسؤال الأخير وأهداف الممولين وأهدافنا إحنا وإلى آخره، يعني مثل ما قلت في البداية إحنا عم نحاول ونعرف دائما إنه كل شيء فيش إشي ناجح 100%، بس إن شاء الله ما نكون فاشلين كمان 100%. عم نحاول نفتح مساحات للبحث الحر بمعنى إنه الباحث نفسه عم بقرر عشو بده يبحث، كيف بده يبحث، كيف بده ينشر نتيجة البحث. هلا لما الممول بيجي، وإحنا في ممولين نقول لهم ما بدنا تمويل منكم، في ممولين نقبل تمويل منهم. لما الممول السويدي بيجي بيقول لي إنه إحنا اهتمامنا الأساسي الفقر والتنمية، أنا ما بلاقي في أي إشي غلط بالفقر في دراسة الفقر والتنمية، مش مين عم بدرس، كيف عم بدرس، ولا مين عم بدرس، وين هاي المعلومات بدها تروح. هون لحديث هلا الممولين إحنا عنا نوع من الكنترول على هاي المسألة، وباجي لمسألة شو الكنترول بتاعنا أو شو اللي إحنا بنقدر نعمله. لما IDRC الكنديين بقولوا إحنا برضو التنمية هو إطارنا الأساسي، ما في إشي غلط بمسألة التنمية. فورد بقولوا لنا إنه إحنا بهمنا الشباب والتعليم، ما في إشي غلط بالشباب والتعليم. فمدام إنه عنا إحنا مساحة من الحرية في إنه كيف نعطي التمويل وكيف نحدد البرنامج، بس إحنا كمان
لا احنا مش رح نوجه الباحث ونحدد للباحث ونقول له بالضبط كيف يعمل البحث او كيف ينشر البحث او شو النتائج اللي لازم يتوصلها. احنا عم نحط معايير اكاديمية، وجزء من هالمعايير الاكاديمية هي اخلاقيات البحث. فيش اشي مطلق وفيش اشي ما بدخل فيها علاقات سلطة، بس في اجراءات، في طرق اللي بتخفف شوي من او بتوزع المسؤولية. فانت لما تحط لجنة مكونة من 5 أشخاص، كل واحد جاي من حقل مختلف، من ديسبلين مختلف، جاي من بلد مختلف، جاي من آراء توجهات مختلفة، وبتهيئ وضع إنهم هن يناقشوا 70 طلب مثلا اللي إجانا، بيجينا حوالي 70 طلب وبناقشوهم، بصير في نوع من checks and balances على بعض. يعني فيش حدا بيقدر يمسك يأخذ اللجنة، لا أنا ولا أي واحد باللجنة بيقدر يوجه اللجنة باتجاه واحد بس، وإنه نمول أنواع معينة بس من الأبحاث، حتى لو هاي الأبحاث هي حتى لو أنا برأيي إنه هاي يعني هذا اتجاه جيد، لازم يكون في نوع من checks and balances زي أي إشي ثاني. فهذا اللي بنحاول نعمله، مش ناجح 100% ولكن ناجح على الأقل بشكل مقبول أظن. أوكي الساعة إزريلي ما بعرف، أظن للأسف أظن لازم نوقف الجلسة. وبشكركم وفعلا أنا مبسوطة إنه صار في نقاش حول هذا الموضوع واستفدنا كتير.